موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. أفاد مصدر من مدينة جدابية بوصول 3 قتلى وما لا يقل عن 10 جرحى، بعضهم إصاباتهم خفيفة، إلى مستشفى المقريف بالمدينة عقب اشتباكات يوم أمس السبت. المصدر أوضح أن القتلى هم عناصر من ميليشيات حفتر التابعين للكتيبة 201 مشاة، والتي استولت فيما سبق على مواقع مجلس شورى ثوار جدابية في الحي الصناعي جنوب المدينة وتمركزت بها. يأتي هذا فيما أعلنت الكتيبة 101 حالة النفير العام، حيث نشر المكتب الإعلامي التابع للكتيبة صورا توضح انتشار آليات لها بشوارع جدابية. وصف المجلس الرئاسي المقترح قوات غرفة عمليات تحرير جدابية بالميليشيات المارقة والخارجة عن شرعية الدولة، معتبرا إياها أنها تسعى لنجدة عناصر تنظيم الدولة، معلنا وضع كافة إمكانياته للقضاء على القوات التابعة لها. المجلس وفي بيان له نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه اعتبر العملية العسكرية التي أطلقتها الغرفة بمساندة سرايا الدفاع عن بنغازي هجوما على ما سماه تمركزات ومقرات قوات الجيش واحتلال البعض منها بحسب وصف البيان. جددت طائرات تابعة لميليشيات حفتر تكثيف قصفها على محاور عدة بمدينة بنغازي بحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. المصدر أوضح أن طائرة عمودية استمر تحليقها وقصفها حتى فجر اليوم، مشيرا إلى أن القصف بالبراميل المتفجرة تركز على المحور الغربي وقنفودة والجوارشة. وأكد المصدر أنه لا وجود لخسائر في صفوف المجلس، مضيفا أن إصابات خفيفة طالت بعض المقاتلين بشظايا البراميل التي زادت من دمار المباني السكنية بالمنطقة. طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر طالب الحكومة المنبثقة عن المجلس الرئاسي لاتخاذ التدابير لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة طرابلس. كوبلر وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر عن قلقه إزاء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من العاصمة طرابلس بحسب قوله. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.